RadioMède, la radio qui vous écoute. اليوم تزامنا مع حلقة اليوم تتلعب الجولة الثامنة للرابطة المحترفة الأولى كل المباريات تتلعب بريسك في دقيقة 31 شبيبة القيروان ونادي الصفاقسي وتواصل التألق للسي اس اس واحد بلاش محمد علي منصر في الدقيقة السابعة سفر 0 بين القوافل القفصة النادي الافريقي مستقبل المرسى متقدم على نادي حمام الأنف واحد بلاش محمد علي بن حمودة في الدقيقة التاسعة الملعب الجيبسي متأخر في النتيجة من مستقبل الجاسرين واحد بلاش هدف موسى كاميرا في الدقيقة 20 واتي حد من قردين خارج الميدان زاد متقدم على نجم المتلاوي واحد بلاش صفر صفر بين ترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي وديربي العاصمه الصغير الاربعه باش ينطلق بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي اكيد في متابعه لنتائج الرابطه المحترفه الاولى وحديثا على انديتنا في الوطن القبلي هذه هي لما سبور اليوم اللي تتواصل معاكم حتى للاربعه متلعشي لما سبور مازال متواصلين مع بعضنا حتى للأربعة متاع العشية أجمل يوم هذا محمد حمائي اللي وصلنا المسعتين و وستة وثلاثين دقيقة تتغير نتيجة أخرى في الرابطة المحترفة الأولى مستقبل القاصرين يفتتح النتيجة من ملعب الجيبسي واحد بلاش في جيبس بالذات هدف كايتا في دقيقة عشرين والنادي الافريقي يفتتح للتسجيل في قفصة أمام قوافل قفصة هدف في يوان في دقيقة أربعة وثلاثين باش نبدأ مع أشرف باش نبدأ بستاتيو كتبته أنت في الفيسبوك نتاعك كشرف وجاوبني عليه قلت الجمعيه ماشيه في هاويه والناس الكل تخمم في مصلحتها الشخصيه وبعد يقولوا شبه بها النتائج هكا مصلحه النادي القربي فوق الناس الكل وبالله التفوا شويه على الملاعبيه حالتهم تشكي الرب والكلام هذا قلت انت حكيته من 1 سبتمبر ويتاكد اليوم معناها كي نسمع ملاعب يحكي هكا يظهر لي مورال ماهوش صافا في الجمعيه مورال ماهوش صافا بالنسبه للجوارات الكل ونحب نقول لك كلام ذاك خذ نروح سبتمبر وقت اللي رجعنا نتريناو وقت رجعنا نتريناو رجعنا في تيران سيكس وقت التيران بتاعنا يصلحوا فيه وقت يتعاركوا الرؤساء شكون باش الجمعية الجمعيه مش متلفتين للجوارات معناتها يحبوا شكون يشد الجمعيه شكون باش يعطي فلوس شكون في الاخر قلت لهم الكلام هذاك وذاك اللي صار تو ورجعنا للكلام اللي قلته كانوا نجموا يتلفتوا للجوارات ويسمعوا معناتها شنو بيهم هما وقتها كانوا تلهوا كان في رواحهم وكوه. وعطيت حتى الحلول عندي حلول وان شاء الله نبات نقولوا على الحلول باش ان شاء الله نشوف الحلول حتى راه الحال يجي من عند الملاعب راه مش كان من عند المسير يجي خاطر احنا سير تيران احنا اللي نعرفوا شنو هو لازمنا شنو هو اللي حاشنا باش نجموا نعملوا 3 بوين ونجموا نطلعوا هو اجمالا نراه في الرابطه المحترفه الثانيه ما فماش نتائج كارثيه لكل الفرق كي نشوف انا المركز الثاني اولمبيك الكاف ب 12 نقطه انتم المركز الاخير بخمسه نقاط دونك تربح الكيف انت الماتش الجاي 8 بوين 4 من الكيف معناه كل شيء جاهز الرابطه المحترفه الرابطه الثانيه تربح دو ماتش تلعب, تلعب على طلوع تخسر دو تلعب على تفادي النزول هذا <applause> اللي شفناه ممكن حتى مع السير جرزونا كان في يقبع في اخر الترتيب ربح دوماج ولا دماش في ولا, ولا يلعب في على البلاي اوف معناها <applause> كل شيء جاهز في الرابطه المحترفه اللي. الثانيه لكن الاجواء هي اللي تخوف في النادي القربي لانه النادي القربي عودنا انه يلعب ديما في وسط التابلو يقرب للبلاي اوف وبرشا يقولوا النادي القربي ما يحبش يصعد هذا حديث تحكي برشا زاد قبال يقولوا النادي القربي ديما يقرب للصعود وما يحبش يصعد الرابطة المحترفة الأولى على كل هذه الحديث كلش نحكيوا فيها أشرف زاد باش نحكيوا على أرضية الميدان ممكن التنقل المنزل تميم مقلقكم شوية ماكمش تلعبوا على أرضية ميدانكم هذا الكل ينجم يأثر ولا لا أكيد باش نحكيوا فيها بعد شوية زاد معانا سيسامي الغربي نحكيوا ديما كرة قدم هذه الملعب النابلي عكسكم أنتم أسنان نتائج وردية للملعب النابلي سيسامي دونك مرتبة أولى ب 10 نقاط بعد مرور خمسة جولات يعني على 15 تعملوا 10 نقاط وانتصار كبير برشا الاسبوع الفارط في النفيذه ضد النفيذه الرياضيه النازل من رابطه المحترفه الثانيه يفوز عليه فريق صاعد من رابطه الهوات وبنتيجه اثنين بلاش واجواء يظهر اللي كانت مشحونه برشا كان تحكينا على البدايه الموافقه للملعب النبيل والله سنا معناها حطينا اليد في اليد كهيئه مديره كفرع ملعب نابلي لكرة القدم رغم البدايه معناها متأخرة نظرا للجلسه العامه في الملعب النابلي كانت تقرر يوم 18 سبتمبر خذينا معنا الجمعية في نهار 10 سبتمبر ونجمنا معنا بفضل معنا وخيانا الناس كل نتعاون مع الجمعية باش وصلنا للمرتبة المشرفة حافظنا على نفس الافكتيف باش نحافظوا على المرتبة دي وإن شاء الله نواصلوا في التألق والكونفيرماسيون اللي قاعدين نعملوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله الملعب النابلي واصل في التألق في الرابطه الثالثه فما معادلة صعيبة برش تلو صعيب برش والنزول سهل برش أربعة ينزلوا فريق واحد يصعد دونك أنك مش تلعب من أجل تفادي النزول يلزمك برشا مجهود مش تلعب من أجل الصعود مجهود مضاعف أهداف الملعب النابلي الموسم هذا معناه فريق صاعد حديثا من رابطة الهواة جماهيره بدات تطمع معناها خاصة بعد البداية الموافقة شنو تقول الجمهور الملعب النابلي سنين الهدف هو البقاء في الرابطة الثالثة أو الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية هو الطموح مشروع بطبيعه الحال الطموح فرق والهدف فرق بطبيعه الحال مع تم الفريق تم اهداف تتسطر من اول السنه انا الهدف نتاعنا هو تكوين فريق يلعب على المراتب مرتبه مشرفه يعني مش الهدف الاول هو هو صعود الى القسم الثاني لان صعود يزمو بيجي واسمه تحذيرات تكون في اول السيزون واحنا حاليا قاعدين نعمل في نتائج مشرفه نظرا لاستحفظنا لا على الافكتيف وقاعدين نخدموا وموفرين كل ما, ما هو لازم نعبيه باش نحفزوهم في كل مقابله باش يوصلوا انتصاراتهم ووصلوا نتائج الباهيه هذه انت في الرابطه المحترفه الثانيه حتى الفرق اللي تبدا من غير بيجي تنجم زاد انا ديما ناخذ في ليكزومبل نتاع ممكن بكري سير جرزونه سير جرزونه فريق صعد حديثا للرابطه المحترفه الثانيه يلعب نفس ليفيكتيف اللي صعد به من الرابطه الثالثه كي حكيت لي على على البيجي معناها موارد الماليه ديما تبقى ناقصه الملعب النابلي في فرع كره القدم مالوريزمون معناها رغم اللي رغم ثم برشا جهود من هيئه الملعب النابلي كفرق كرة قدم والهيئة المديرة لسناب يعني ورينفوا معناها ثم هيئة مديرة قاعدة تعاون في الفريق لكن الدعم المالي يقدمها العائق الوحيد لهذا الفريق وإن شاء الله بالنتائج اللي قاعدين نقوموا بها إن شاء الله جماهير الملعب النابلي توفر تحاول باش تعاون الفريق باش علاش لا تكون معناها سنه عم صعود هو العائق الوحيد للناس الكل الموارد الماليه مش كان الملعب اللي نتصور الناس الكل قاعده تعاني من سوء الاحوال الماديه في الرابطات السفلى خلينا نقولوا الثالثه وحتى رابطه المرابطه المحترفه الثانيه حتى في الرابطه المحترفه الاولى علاش نبعدوا لبعيد نحن فرق ممكن عندها في فرق بعراقتها وتاريخها على غرار الملعب النابلي ونادي القربي زاد فرق عندها عراقه متاعهم نادي القرب اثناء اشرف بيت بنتي صار خلى الناس الكل يقولوا هاو نادي القرب سنة بالرغم من التحذيرات المتاخره بالرغم من المشاكل اللي صارت ممكن قبل الموسم بالرغم من الاجور والحلقه اللي عادينها مع بعضنا وصارت برشا مشاكل ما بين الملعبية والهيئه المديره لانه بديتوا بانتصار في جربه ضد جمعيه جربه ثلاثه واحد ومن بعديك تعادي دربي ممتاز ضد جرومبيلي رياضيه ثم تعادل في صفاق ضد الملعب الاسفيقسي معناه كانت النتائج تبشر ببدايه قويه ثم انحدار كلي للملعب للنادي القربي انت باش تفسروا هذايا اشرف خاصه انت حكيت لي ممكن فما مشاكل نفسيه للملاعبيه تويكا ناقصين افكتيف الامور الماديه مش متوفره شنو هو بالضبط الناس تحب تعرف نادي القربي يشبي في الوضعيه هذه لانه حقيقه النادي القربي ماهيش مكانته انه يكون في المركز الاخير. باهي خويا مين الحكايه هذه كل مربوطه في كلمتين هي سوء الحظ. سوء الحظ. عندنا سوء حظ مش نورمال. عندنا جوارات تكور ماتش الاول ماتش الثاني تتضرب. عندنا شكون ياخذ روزيام كارتون. كيما تو في ليفكتيف نتاعنا فما سته جوارات بليسي سته ذوما كانوا يكوروا من ماتش جربه تو ما عادش نلقاو حتى واحد فيهم عندنا دو جوار عندهم تروازيام كارتون ما نجموش يكوروا معناتها ذوما كي ينقصوا ثمانيه جوارات من فكتيف تلقى روحك انت ب 18 جوار هذوك هما اللي ترينا وذوك هما اللي تهزو ما فماش كونكيرونس بينات بعضنا تولي تحكي علاش معناها حسب ما يفهم من حديثك اشرف نقص الرصيد البشري في نقص الرصيد البشري معناها كي يغيب ملاعب نورمالمون البنك موجود في الرابطه المحترفه الثانيه فما فرق تلعب بفكتيف ممكن كل بنك كل 11 اللي يلعبوا معناها انا يعني كي نشوف جرونبيلي رياضي نشوف الاتحاد المونستيري في المجموعه نتاعكم اولمبيك الكيف جندوب الرياضيه ناس فاهم شنو الرابطه المحترفه الثانيه اللي تتطلب بنك معناها لانه فما ريتم نتاع مباريات فما بعد بلي اوف فما كما قلت في الرابطه الثالثه النزول نجم يكون سهل حتى في الرابطه المحترفه الثاني الناس كل قراب لبعضها ما تعرفش شكون يصعد شكون باش ينزل دونك الهيئه معناها فطن لوش وحتى سي الفرشيشي بعد مباراه سيرجيزونا جرزونا كان صرح الراديو مات قال يلزمنا انتدابات في المركات وشتوي لي النقطه متفاهمين فيها الناس الكل هو الرصيد البشري, الرسل البشر. آه ما فماش في النادي القرب الانتدابات لازمها فلوس احنا كنا نحكيوا تو المشكله نتاع الجمعيات الكل هي الفلوس ان شاء الله الهيئه ذي توفر معناتها الامور الماديه باش يجيبوا جوارات ونعوضوا معناتها اللي واحنا متفائلين على خاطر نادي الرياضي القرب يلعب برشا كوره متفائلين ان احنا بعد ماركاتو هذا باش نشوفوا جمعيه اخرى وان شاء الله في مخير المركات قيمة المركات مع انه المركات ما نعرفش يعني كي ملاعبيه نادي القرب معروف هو اللي يخرج الملاعبيه النادي القربي تعرف في اصناف الشبان بتاعه هو اللي يخرج الملاعبيه للفرق الكبرى ولا النادي القربي يجيب ملاعبيه معناها هذه نقطه زاد معادله ما, تركبش على بعضها هذه هذه المشكله اللي صارت عملوا عملوا جابوا برشا جوارات وجابوهم على العامة هو معناتها النادي القربي اول عام يشري 12 جوار هذوك كي وفير كونترا نتاعهم مع لقينا جمعيه فارغه كانوا هما يكوروا هما شادين البنك وهما يلعبوا سور تيران كي يخرجوا هذوك 12 جوار من الجمعيه بيان سور ماكش باش تلقى شكون باش يعوضهم على خاطر الباقي كوليك في الاسبور وانت ماك تعرف جوار في الاسبور لازم برشا وقت باش يولي يستانس يعني علاش مش الفريق <متصفيق> نتاع الاسبور مع الملاعبيه اللي بقاو في, في صنف الاكابر يتم تكوين فريق لانه نادي القربي <applause> نحبه ولا نكره اشرف مش <متصفيق> يلعب من اجل الصعود نادي القربي لا من اجل الصعود النادي القربي هو كل عام هو يلعب من اجل <سؤال> إيه والله والله يقولوا هذه يقولوا برشا يشكوا فينا رانا عندنا عملوا لوط عملوا نتكلاسيو الربعين وبعد دو بوان ان بوان على التروزيام بلاس اي على هذيك برشا يقول <سؤال> لك نادي القرب ما يحبش يصعد رانا نحبوا <سؤال> انا يعني نحكي لك انا بكواليس <سؤال> إيه أنا, انا نحكي لك في الحديث اللي يتقال البرا وانت بتبيع باش توضح لا لا ذي غلط اللي تقال برا كليك غلط نحن نحبوا نطلعوا والآخر جورني تقنا لا بعطلوه اما لا غلط فما ظروف ما تحبناش نطلعوا فما زهر فما برشا حاجات ما يعطلونا باش ما نطلعوش نجم تقول تقصير منا نحن وتقصير حتى من اللي كانت وان شاء الله ان شاء الله نحن سنين ان شاء الله نتفاداو النزول وان شاء الله نتقنا في الكلاسمون مع مانتيان والعام الجاي بقدرة ربي ان شاء الله. فرصة يظهر لي زاد كي فريق باش يلعب على المانتيان فرصة لاعطاء فرصة للشبان اللي متواجدين في الفريق باش تكون الفريق لازمك تكون بولاد الجمعية. شأن ام بين يعني اشرف ولاد الجمعية هما اللي يعطيو ديما للفريق نتاعو اكثر من المنتدبين والنادي القربي نعاود ونقول النادي القربي هو اللي خرج جواريت مش هو اللي يجيب جواريت راه النادي القربي تعرف بتخريج الجواريت باش نوضح لك خويا نحن عندنا قدام العام ما خرجنا حتى جوار السنة فما برشا اوفروات برشا جوارات او ولاد النادي النادي هذا القربي وطالعين من الأسبور. وانت جيت تفرجت مازال وشفت اللي جمعيه نادي القربي ما عندها حتى جوار معروف كلها ولاد جمعيه بريسك فما سبعه ولا ثمانيه جوارات كلهم ولاد جمعيه وطالعين من الأسبور. لازم برشا صبر للولاد هذوما باش نهار اخر معناتها نلقاهم وبصبر. مم. ان شاء الله ان شاء الله نحقق نتائج باهيه. هو الصبر باهي راهو زاد لكن الجماهير راك تعرف جماهير النادي القربي ناس تعشق كوره ناس تتنفس كوره دونك يسمعوا بنتائج كيما هكا نتاع النادي القربي اكيد باش يتسائلوا نحن علاش وجودك معانا اليوم اشرف باش نفهموا العباد النادي القربي راهو صحيح في وضعيه خايبه لكنها ماهيش كارثيه لانه خمسه نقاط في المركز الاخير انا كنشوف صاحب المركز الثالث عنده 11 نقطه اللي يصعد لمرحله البلاي بيناتهم سته نقاط دونك زوز انتصارات. يلعبوا كونتر بعضهم نلعبوا نلعبوا كونتر كيف نربحوا الكيف والاخرين يلعبوا كونتر بعضهم يعملوا ديما ريزلتا اكس ولا معناتها اي ريزلتا بس ساعدنا نحن ما. هو ممكن اللي لي فاض الشيء في مباراه اتحاد سبيتلا معناه يقول لك اتحاد سبيتلا فريق في المركز الاخير يجي مربح حتى مباراه اول انتصار حق على حساب النادي القربي ممكن هذه اللي خلات برشا تساؤلات وهذه اللي خلات ممكن نقص الخطر يبدا يشعل في في قربه كيفاش كانت مباراه اتحاد سبيتلا مباراه اتحاد سبيتلا اللي جاء يتفرج يعرف لي. نحن معناتها خرجنا خاسرين لما كورنا الكوره معناتها صحيحه جاتهم فرصه كهو هذيك هي اللي ماركو فيها ونحن عندنا زوز كور على القائم ما حبوش يدخلوا نفس الحكايه قاعده تعاود في ماتش الكوليكا كما قلت لك الحكايه كوليكا مربوطه بسوء حظ ان شاء الله <applause> هو سوء <applause> الحظ ولا انا سنين ممكن ممكن تحيزت شويه مع جرونبيري رياضيه بحكم ليه مش معني من حاز مع جرونبيري الرياضي عديت اكثر موت شويه جرونبيري المباراه الوحيده اللي حضرتها اللي لنادي قربي كانت في زرزونه في ممكن بظهري انا اخي مباراه اخي مباراه هذيك عبدو... <applause> اخي ما مو... ميسالش وقال لنا لونترنور معناتها على سي ماتش كي تعملوا ماتش خايب ميسالش معناتها حتى لونترنور بالريزولتا هذيك موش متغش علينا وقال لنا ميسالش الماتش الجاي مالجري رجعتوا في الطرح وقت اول ميتون رجعنا رجعنا والبونتو تماركينا بعد دقيقتين البونتو 2 واحد معناتها واحد مازال ما فرحش يلقى روحه تمارك له الثاني ما عنده هو باهي مقتنع بالهزيمه معناها يقول راني يعني خسرت نستاهل الخساره yeah. هذه دونك اشرف باش نزيدو وأكثر اكثر على النادي القربي والحلول خاصه بعد شويه تعطيني sure. الحلول نذكروا زاد الساده المستمعين زاد اللي تبعوا في رابطه المحترفه الاولى النتائج نتاع الجوله الثانيه ورابطه المحترفه الاولى اللي بداوا مسعتين مباريات الكل دقيقه 44 في مباراه شبيبه القروان النادي الاسفيق سيتعديل تعديل النتيجه لشبيبه هيثم العيوني من ضربه جزاء في دقيقه 41 1 واحد, واحد بعد ما كان محمد منصر افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، النادي الفريقي متقدم على قوافل قفصة، واحد بلاش هدف يوان تو سقار، في الدقيقة 34 نلعبوا، في الدقيقة 49 الحكم أمير لوسيف أضاف تسعة دقائق كاملين في الشوط هذا بعد ما توقف اللعب على إثر مطالبة قوافل قفصة بضربة جزاء، مستقبل المرسى متقدم على نادي حمام في واحد بلاش محمد علي بن حمود الشوط الأول وفي 43 دقيقة في مباراة الملعب الجيبسي مستقبل القاسرين تقدم للقاسرين واحد شيء روجي كايتا في الدقيقة 20 اتحاد بن قردين في المتلوي بالذات متقدم على نجمه لمكان واحد بلاش طارق الشعبوني في دقيقه 16 0 0 بين الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي لبنزرتي يلتحق بنا الان سي مصفى الحمزاوي رئيس رابطه الجوية لكره القدم بنابل سي مصفى مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. سي موسى أكيد بعد شوية زاد باش نحكيو على المشاكل اللي يعيشوهم أنديتنا في الوطن القبلي في الرابطة الجهوية معناها في رابطة الهواة ممكن تفطنت الحاجة أنه رابطة نابل معناها حدها للديفيزيون تروا تابعة تونس من بعد من من الكات معناها من رابطة الهوات ولي رابطة جهوية بنابل سؤال يطرح نفسه علاش مش الناس الكل في رابطة واحدة زاد من بعد جاوبنا عليه. علاش تابع عربيه تونس نحن في الوطن القبلي معناها السؤال يطرح نفسه في كلمه الاجواء في انديتنا في في رابطه الجهويه شحويلهم احوالهم لبس. <applause> لبس لبس, لبس. دينا دينا البطوله وشعلنا لبس والامور واضحه هي ديما ت... هي تبدا بالوضوح ثم <applause> تظهر برشا حاجات على كل شوي بعد شويه زيد سي مصطفى باش نحكيوا اكثر على الرابطه الجهويه لكره القدم بنابل نرجع معك سي سامي رئيس فرع كره القدم بالملعب النابلي كما قلت بدايه موفقه مباراه ما كثر. حبيتوا تحكيوا عليها برشا ما وتتش الفرصه يظهر لي خلينا نحكيوا على مباراه نادي مكسر ومباراه النافذه الرياضيه والمشاكل اللي عشتوهم يظهر والله هي ذيك هي الرابطه الثالثه معناها دي ماتش الاكستيريور ديما فيهم معناها عنف مالورزمون نقولوها في اكثر الفريق ما تعرضش للعنف لكن الحكم هو اللي تعرض للعنف والحكم ما كانش شجاع بطبيعه الحال باش وقف المقابله واعطانا ثلاثه نقاط بيك الحكم كيفاش يكون شجاع شجاع كي توفر نتصور يتوفر الامن فما امن متوفر بكثره الغادي معناها بالنسبه لمكثرة الامن كان متواجد بارك الله فيهم ومحناون <applause> لكن ما كانش تهجم على الفريق بقدر ما كان تهجم على الحكم <applause> على الممارسات هذه بقول اقول للممارسات مساسين يعملوا فيها عديد الفرق كونه يوفى الميتون تصير معناها اغريسيون داربيتر أو جوج دو وبطبيعة الحال في الشوط الثاني تقلب تقرب النتائج على يعني في مقابلة مكثر تم الاعتداء الحكم الرابع تدمغ معناها وغرز وواصل المقابلة بعد 35 دقيقة دخلنا الشوط الثاني وتمكن فريق مكثر من منحه لضرب الجزاء في الدقيقة 94 في ضربة جزاء خيالية يظهر لي معناها شيء واضح على عكس ما مقابلة تنفيذها معناها مقابلة تنفيذها ما شفنا حتى معناها اعتداءات من تعرف لاعبين فيضا ومسؤولين فيضة بالعكس كانوا في المستوى لكن صار اعتداء بعض الجماهير اللي رشقونا بالحجارة وكنت أنا ضحية في المقابلة ذي معناها كنت أنت الضحية معناها العنف أنواع في الرابطة الأساسية، عنف على الحكم، عنف على المسؤولين، عنف على الملاعبية وفي الرابطة الثالثة معروف سي سامي يقول لك لازمك تاخذ بايك في بلادك. والله لحد الان احنا المسيره نتاعنا موافقه قمنا معنا بزوز مقابلات في في نابل مه. اللي كانوا زوز مقابلات مع فرق ممتازه اللي هما نجم الفحص انتصرنا 2-0 وفريق نادي بمبلا الرياضيه اللي فريق سكيف كيف كيف مدعم بعديد اللاعبين وانتصرنا 2-1 وانتصار في انفيذا اثنين انتصار في كان 2 0 تعادلنا مع اهلي بحجر مه. مع كذلك زاد مع ظروف تعادلنا ظروف زاد صعيبه نلعبوا كمان المقابله معناها بثمانيه لاعبين وتمكنا من من التعديل وروحنا بنقطة اللي كانت ثمينة جدا. النقطة اللي تنجم تداخل فيها زاد سي مصطفى النقطة هذيا ملعب النابلي والنجم الخلادي في رابطة الوسط. مستقبل سليمان في, في في مجموعة الشمال. معناها كيف يتم التقسيم بالضبط معناه نتاع الانديه في, 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 الرابطه الثالثه فريق ملعب النابلي نورمالمون موجود في مجموعه شمال صحه مستقبل سليمان لكن نجدوه في مجموعه الوسط التقسيم للناس برشا ما فهموش كيف يتم والله التقسيم هو تقسيم هذايا ما احنا شعلنا عندنا عن الرابطه المحترفه الاولى اللي هي تضم الوطني ا وب وعندنا الرابطه الجهه الوطنيه للهواة اللي هي تضم فيها ثلاثه مجموعات ب 14 فريق كل مجموعه والتقسيم هذا يتم وعندنا الرابطات الجهويه اللي هما 12 رابطه يعني انتو عندنا أه. 14 رابطه هذوما ينذوي تحت الجامعة التونسية لكرة القدم احنا التقسيم هذا يتم كونه تق... كما تقسيم جغرافي م. باعتبار سليمان اقرب شوي للشمال ونابل اللي يمكن معناتها بطبيعتها يعني عملوا نابل نابل ساعده من القسم اللي ما رابطة الجهويه وانا كنت نسمع تو في النتائج يعني حاجه تثلج الصدر شنو يعني نابل ما تلعبش بالمزي كما يقولوا بعض معناتها ديجا نتائجها الدل اللي هي معناتها واحنا رابطه نشرفوا على تقريبا اربع ولايات في نابل عشان دخلت عندنا ولايه نابل، ولايه بن عروس، ولايه زغوان، وبوفيشه اللي هي تابعه لسوسه لكن في تتبع رابطه جهويه في تقسيم هو تقسيم جغرافي اكثر منه. تقسيم جغرافي على ذيك تسالنا لانه الملعب النابلي، نابل بني خلاد سليمان تصاوري وطن قبلي، ناس تلعب في الوسط وناس تلعب في الشمال وحتى <applause> لدي لي ديبلاسمون يظهر اكثر في الوسط. اي بطبيعه الحال هي يعني عندنا معناها اربعه كا اللي هما معناها بعد شويه ما اكثر. وعندنا جلمة وعندنا معناها حاجب العيون هذوما معناها وحفوز معناها معناه مع أربعة تنقلات على الموارد المالية للجمعيات زاد يلزم يقراوا حساب زاد الفرق اللي تتنقل مسافات أكثر معناها هذه علاش أنا حبيت أنا تو ثم تقسيم جديد إن شاء الله في الموسم القادم وحنا في الجلسة العامة الأخيرة تم التقسيم الجديد التقسيم الجديد شنو باش يوليوا أربع مجموعات ب 12 فريق في الناسيونال سي رابطة الجهة الوطنية الهواة يعني أربع فرق باش تولي كل مجموعة فيها 12 باش يحاولوا يقربوا شوية يعني يقربوا المسافات خاطر نعرفوا اللي تعاني الجمعيات من الأمور المالية ومن التنقلات باش يوليوا أربع فرق فوا دوز 48 باعتبار باعتبار يعني عند ثلاثة فرق يعني الثاني مير دوزيام من كل رابطة يعملوا واحد تصفيات يقعدوا ستة وبعد يقعدوا ثلاثة ثلاثة هذوك يعني يلعب مير دوزيام يلعب دو ماتش اللي يربحهم يطلع الناسيونال سي واضح واضح التقسيم ديما يبقى يطرح عديد نقاط الاستفهام في رابطات الجويه وفي الرابطات الثالث الايه سميره سعيد متواصل مع بعضنا في لما سبور للاربعه امتى راديو مي لا